السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى لو تكرمت، حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي. ايوه. وكانت بتلم هدومها عشان تمشي تروح بيت أهلها. فأنا قلت لها لو طلعت بره البيت هتكون طالق. أفضل في نفس اللحظة يعني، في ده قصدي، يعني هي لو خرجت بره البيت تكون عشان هديها تقعد، فقعدت ما طلعتش الحمد لله. طيب خلاص لا شيء. فهل لو طلعت بعد كده من البيت في حاجة ولا إيه لا الوضع؟ لا، انت تقصد هذه اللحظة، ما تقصد طول الحياة. لا أنا أقصد اللحظة عشان هديها عشان تقعد لا يعني. ما في شيء، الله يحفظك طيب جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وإياكم.